عدالة القضاء المغربي انتصرت للمرأة المغربية، ومن بعد ما تعودت الاجتهادات القانونية على أنها تسكت على تجريم الاغتصاب الزوجي وتغطيه بالغطاء ديال التعنيف فقط، ها هي غرفة الجنايات الاستئنافية في طنجة كدير نقاط الاجتهاد على الحروف ديال النص التشريعي. البداية كانت مع تحديد مفهوم الاغتصاب في قرار هو الأول من نوعه. حددت المحكمة الاغتصاب بأنه إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الإكراه. وشدت في قرارها الصادر بتاريخ 9/4/2019 أنه لا يقصد بالإكراه الإكراه المادي فقط، والمتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية، بل أيضا الإكراه المعنوي المتمثل في الابتزاز والتهديد، وكذلك ممارسة الجنس بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها. من هنا وباش ما تبقاش المرأة المغربية ضحية لأي التباس في النصوص التشريعية، حسمت المحكمة الشك باليقين وأكدت على أن الرابطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة لمواقعتها بالإكراه. ما نبقاش نسكت.